انا معايا الكاتبه الصحفيه زميلتنا الاستاذه منال لاشين. منال مساء الخير، كان ليكي رد. مساء الخير يا رنيس. ايوه اتفضلي. طبعا بالاضافه للموافقه على كل الكلام اللي قاله الاستاذ يوسف الصعيد والاستاذه ناديه مشطور انها قدمت بالتعديل، فانا تمام مصدومه الحقيقه صدمه دستوريه وقانونيه، لان الست النائب بيتكلم على الماده 4 و5 في الدستور اللي بتتكلم عن المساواه، وبيقول ان هو بيرفض التعديل لانه ما بيساويش ما بين المواطن العادي وما بين الاديب. اي طالب يا لميس في اولى حقوق يعرف ان في حاجه قاعده قانونيه اسمها المساواه في المراكز القانونيه. المساواه في الدستور مش على علتها. انا ما اقدرش اقول مثلا بحجه المساواه ان كل الموظفين ياخدوا نفس المرتب، بحجه ان الدستور بيقول الناس كلها متساويين، او ان القاضي يبقى زيه زي المدرس في المرتب، او ان وكيل الوزاره يبقى زي الساعي في المرتبات. في حاجه يعلمها ألف ب قانون التساوي في المراكز القانونيه، وان طيب خليكي المبدأ معايا لو هو منال، ايوه اتفضلي. خليكي معايا منال سيادة النائب، ايوه ممكن ترد طبعا على الأستاذة منال؟ ارد على الزمن هذا. اتفضل. اولا يعني أساس منال كلام كمان جميل ما بتنشرش الإباحية. اتفضل يا فندم. يا فندم يا فندم، اتفضل. احتمال اطلع بنشر اباحيه يا يعني مستر واضح ان شويه، احنا كلنا بننشر الاباحيه، احتمال انا احتمال بعد احتمال كده احتمال هنطلع نقدم مع البرنامج يعني بما تمام. ده يوبيكيني. مش اتفضل يا فندم. انا مش هكمل اتفضل يا فندم. اتفضل. ان والله كان يا سياده حرم النائب تخيل احتمال انا قصدي يبقى رايقه عادي، النهارده بس ماليش انا مش مزاج هكمل. اتخانق. اتفضل يا فندم. ايوه الاستاذه منال بتتكلم عن المساواه في المراكز القانونيه، اي يا فندم. دي جريمه بتقع من المواطن العادي ومن الناشر. لما يرتكبها مواطن نجار ولا حداد ولا سواق ولا راجل عادي يتحبس، ولما يرتكبها مذيع ولا صحفي ولا اعلامي ولا ممثل يبقى يا مرتكب فندم الغلط. لا، هو ما بيرتكبهاش يعني ما بيمشيش يشتم يا حد سيادة او يعمل حاجه اباحيه. قول قد يا النائب، منال. يا سوري يا لميس، يا سيادة النائب، القانون نفسه بيفرق ما بين هذه الجريمة في حالة النشر وفي الحالة العادية، يعني بيفرق ما بين ما يسمى تاني يا سيادة النائب يعني ده مش بالمراكز سب وقذف. القانونية المختلفة. القانون الدكتور يعني مهندس القانون قرار، نفسه اللي أنت بتتكلم الدكتور عليه مش قرار، بيعترف الدكتور هو بما هو يا معروف أنت لدى الثبت بتقول القانوني. يا القانون سيادة نفسه يا النائب أنت لمين مرة بتقول الدستور بيقول إنه هذه الجريمة لما ترتكب بطريقة النشر، وفي مواد تانية في قانون العقوبات عشان يراها سيادة النائب عن هذه الجريمة في الحياة العادية، لأن القانون نفسه بياخد بالقاعدة اللي للمرة الثانية يعلمها كل طلاب سنة أولى حقوق، وهي اختلاف القواعد القانونية. المساواة مش معناها يا المساواة على إطلاقها، يا يجب سيدي أن يكون في مساواة في القواعد القانونية. احنا ما بنقولش ان احنا ماشيين نشتم الناس كأدباء، او انا مش أديبة طبعا، او الأدباء ماشيين يشتموا هذه الناس فكرة إباحية. ده او يقولوا الفاظ اباحيه، احنا بنتكلم على عمل ادبي، النشر هنا مقصود بيه عمل. الأدبي خليك معايا سياده النائب. طبعا المشكلة عندكم يا لميس هاني، ايوه فندم. المشكلة عندكم انكم رابطين الإبداع الأدبي بخدش الحياة العامة. يا فندم احنا لا، رابطينه، ده اللي رابطه، لابد ان يخدش الحياة طب العامة. انا مش هرد.